التوني راه ديالو هو المساك. فاش كان صيفطوا لي المساك امين دابا باقي كيسول كاع الدراري والدرب باقي كيصيفط لهم التونيات كاملين اي فرقه مشى ليها كيصيفط كاع الدراري والدرب من لوين التونيات. راه كنت كل لعبه مارسيليا كنمشيو نتفرجوا كاملين في القهوه حيت لعبوا الدرب امين واش نمشي فيك ندوي لك باش تعرف الحب ديال فهمتي ديال امين حارث لولاد الدرب كلشي كيهضر غير على هادشي كلشي تصدم صاحبي الدراري فهمتي بحال مابقاش بغا يتفرج في المونديال وما نكذبش عليك اخويا هاد الاصابه اخويا نقصت لي واحد 50% من المونديال بعدا حسبك باش نشوف الدرنا في المونديال فهمتي ثاني مره فهمتي وكنتمنى من الله فهمتي يولي بخير وهذه ماشي نهايه الحياه فهمتي باقي المونديال جاي ان شاء الله وباقي فهمتي باقي الخير ان شاء الله التوني راه ديالو هو المساك فاش كان صيفطوا لي المساك التوني ديال امين صيفطوا لي امين من تما صيفطوا كاع الدراري كاع الدراري والدرب صيفط لهم كاع الدراري والدرب صيفط لهم التوني بحال الان ديت هذه مارسي كاين عند الدراري والدرب بخير باقي معنا نقول لك واحد الحاجه امين هو الوحيد ما تبدلش رغم الثراء ورغم فهمتي ولا غاني والعيبات باقي بصباغته فهمتي باقي هو امين دابا باقي كيسول كاع الدراري والدرب باقي كيصيفط لهم التونيات كاملين اي فرقه مشى ليها كيصيفط كاع الدراري والدرب من لوين التونيات وكنتمناو من الله الاصابه ديالو ما تكونش طفيفه فهمتي تكون شويه بخير والله يدير فيها الخير اخويا امين نقول لك واحد القضيه هذه ماشي نهايه العالم ومكتوب الله كيتصرف ان شاء الله باقي المونديالات جايين ان شاء الله المونديالات ان شاء الله يحقق الله الاحلام ديالك كامله ان شاء الله كنا كنلعبوا هنا هذا البوطو ها هو شوف بغيتي تشوف دور الكاميرا وهذاك البوطو بدينا هنا صغار هو كان كيمشي فرنسا كيجي في الصيف كيجي مع البالونات ولا الدرب والعيبات تبارك الله كما كان كما باقي لحد الان تبارك الله امين راه كبرنا معاه كاملين كان دري العماره دار وزعما راه دري طيب وعيتهم كاملين تبارك الله العماره دار لعب معنا ماتشات لعب مع خوتي تما ماتشات كنا صراحة بحال الخوت كاملين هنايا والله وكاين باقي تبارك الله السيد صباغ شوف فين ما كيجي مسكين ديما كيعيط للدراري يسوي في الدراري كاملين هيا راه تفرح راه ضروري راه ودربكم وكبر معاكم ولكن فاش شفنا هذاك الديكور ديال فاش الشواعد صافي فاش راه كلشي شد راسه والناس ضر راسها والله كلشي بقى في الحال صدمة قوية ديال بصح والله كنا باغيين نشوفوا الدري في المونديال ويلعب كان هو كيتمنى ان شاء الله يكون في المونديال كان كيقول حتى هو صار ربي ما كتبش مهاني ان شاء الله باقي ان شاء الله مونديالات نشوفوا فيهم ان شاء الله كازا كامله المغرب كامل كان كيمثل واش بارك الله المغرب كامل السيد راه ما نعاودش كفرقه راه كتمشي معاه راه انتم كتفرجوا فيه واقعي تبارك الله عليه والله امين خويا الله يشافيك هادشي اللي غنقولوا لك اخويا والله يكون معاك ان شاء الله باقي ان شاء الله مونديالات ان شاء الله نشوفوك فيهم هادشي اللي بغينا ان شاء الله البارح اخويا كنت غنقول لك من سمعت هاد القضيه هادي كان موضوع الساعة كاع ولاد الدرب اي مجمع كلهم كيهضروا غير على هذا البلان باش تعرف الحب ديال فهمتي ديال امين حارث ولاد الدرب كلشي كيهضر غير على هذا الشيء كلشي تصدم صاحبي الدراري فهمتي بحال مابقاش بغا يتفرج في المونديال الله ما نكذب عليك قيمته كبيرة في المنتخب بزاف ابار في المنتخب حتى في الدرب قيمته كبيرة ماشي حيت غني ولا حيت لعب في شارك ولا الطيبوبة ديالو الاخلاق ديالو فهمتي تبارك الله وصل عام بيتش نقول لك الله يشافيك اخويا امين شوف نقول لك واحد القضيه بلاصه مشى ما كاين في المنتخب كاين في البارسا هذاك ولا في الريال ولا تبارك الله لاعب زوين تبارك الله وباقي صغير قلت لك شوف راه ماشي نهايه العالم باقي الحياه كتستمر اخويا امين من هذا المنبر كنقول لك باقي الحياه كتستمر وباقي ان شاء الله مونديالات اخرين راه كنت كل لعبه مارسيليا كنمشيو نتفرجوا كاملين في القهوه بحال تلعبوا للدرب امين واش نمشي فيك ندوي لك ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على راس كل لحظة.